اول شيء اكيد كتف خروف، بدنا كمان 5 أسنان من الثوم. طبعا وزن كتف الخروف احنا مستخدمينه اليوم 5 كيلو. بدنا لبن وبدنا كاتشب بالاضافه للبهارات المشكله، وكمان رح نحتاج لمعلقه صغيره من القرفه، هيل مطحون، بابريكا، زعفران، ربع كوب من زيت الزيتون بالإضافة لرز طويل الحبة وبهارات مشكلة وزيت نباتي ولوز للتزيين. هلا أول شيء بدي أعمل التتبيلة اللي أنا بدي أتبلها فيها، بدي أحط اللبن. وريحته مش طبيعية، أنت مدخنتيه بعدين ولا لا اللي هناك؟ لا. أوف، هي ريحة البهارات بس. بابريكا وأترك شوي، صفار الزعفران. اللي هو فقط للون يعني. بيعطي لون كتير حلو للتحمير. الكاتشب بيطريه وبيعطيه زكاوة. طيب، وفي شغله هلا بدي اسالك عنها بس ما تخلصيها. هاي بهاراتي. بهارات مشكله يعني. وهاد زيت نباتي. تمام. توم، التوم رفيق اللحم اساس. اكيد بحس كثير شيء. والهيل والقرفه طبعا للحم رائع، هيل مطحون وقرفه. وملح كمان. يس، هلا بجيب لك ملح. هلا بدي اخلطه، نخلطه كثير منيح. طبعا اللحمه ما بدها الواحد يكتر بهارات عليها لانه بتغير يعني بغمق لونها. هلا انا تركت بقايا من البهارات، بدي ارجع ارش بس رشه خفيفه من كل شيء حطيته. زي ما حكيت لك ما رح اكتر. يا سلام، بدي ادخل كمان من جوا اللحم البهارات المشكله، فما بالك لما ينطبخ هيك يصير هيك بالفرن. القرفه، هاي الهيل. طبعا اللحم كتروا له ملح يعني ما تخافوا، عكس الدجاج والسمك كثير حساسين. اكيد شفتي صح صح صح، اللحمه بتتحمل، بس اللحمه بتتحمل ملح. كمان؟ لا خلص هلا بس. طبعا كل اجزاء الكتف بده ياخذ من البهارات والتتبيله. حلو كثير. هلا بيجي دور، هلا قلتي لي بتحب التبليه عاده بهاي التتبيله من قبل بيوم. يلا، يعني انا اللي بوصيلي بنفس اليوم قبل بيوم. قبل بيوم اقل شيء بيعرفوا هم اللي اللي بوصولي. عشان انا بحب يطلع اللحم متنهنه. هلا بدنا ناخذ من هاي التتبيله ندخلها بالداخل. طبعا انا بعمل كتف الخروف محشي اما بالارز زي اللي انا عاملته او بالورق والكوسه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هلا هاي التتبيله كثير بدنا ندعكها بكل الاماكن، بالضلوعه، بالرقبه. عمرك حشيتي خروف بال؟ طبعا اكيد. طبعا خروف كامل. والله اطيب شيء يكون وزنه من 12 ل 13. ايش هو؟ من 12 ل 13 كيلو، يعني الماكسيمم تاعه. طلي صغير يعني. طلي صغير. بنتبلها زي هيك مثلا بالليل، وثاني يوم بتنحط بالفرن. اورجيهم كيف. هلا لا، بس بدنا نحكي عن الحراره لانه بدنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل الرز، فقولي لنا على اي حراره وشو بتعملي بالضبط. هلا بتحطوها بالصينيه، بعدين بتحطوا ورق زبده مهم كثير. من فوق من فوق من فوق من فوق. وبعدين بتغمروها بالمي تقريبا يعني 4 سم، وبعدين بتقصدروها مرتين بالقصدير عشان هي تحبس كل السوائل. بحطها على درجة حرارة 200 تقريبا من 4 ل 5 ساعات، بعدين بوطي. بعد الساعة الأولى بوطي عليها تقريبا ل 160. نفس المرقة اللي بنطبخ فيها الكتف آخر ساعة خدوا منها بمقدار، يا عيني انتوا حتضلوا كل ساعة تشيكوا على المي. هلا في صواني في انواع صواني بدناش نذكر اسماء، بس في انواع صواني بتشرب مي كثير وفي انواع لا، بس ضلكم كل ساعه افقدوها. طيب، فاخر بعد اخر ساعه لما يضل اخر ساعه ولا بعد مرور اول ساعه؟ لا، اخر ساعه. أوكي. خذوا منها لانها بتكون خلاص كل خلاصه اللحم نزلت. فانت اخذتي منها عشان تقريبا فيها الأرز. كاستين. هلا رح احطه، رح احط هيل مطحون. هي اوريدي ريحه المرقه بدهاش شيء، بس يعني رح احط من البهارات المشكله نعززها شوي على الكتف عشان يكون كله نفس الطعمه. رح احط ملح. طبعا بدي ازيد له مي اكيد المغليه. اكيد بدنا نكتر المي. والرز بس ناقعتي؟ رز بسمتي ناقعته تقريبا ربع ساعه وغسلته. حلو. بنقعه بمي ساخنه.
تمام التمام. يلا يا استاذه رح احط زيت نباتي. اذا حطينا المي من اللحمه وحطينا المزيد من المي شويه بهارات زياده والرز والزيت وملحه والملح وخلص هيك بكون صبخ. تقدروا انتم تدخنوا وبتقدروا لا، انا بصراحه ما بدخنه الا اذا كان على طلب. ما في داعي لانه بهاراتك نكهتها قويه بصراحه. صح.